السلام عليكم خوتي، لاباس كي دايرين؟ بخير، هانيه كلشي مزيان. كتسمى هذا هو البارك اللي قريب من الحومه اللي كندوزو منه دائما. هذا البارك هذا جا في الحومه ديالنا على بعد 50 متر من الدار فين كنسكنو، وكتسمى هو بارك زوين، صغير شويه زوين، كيجيو الناس كيجلسو فيه، كيجلسو وقت زوين مع العائله ديالهم ولا مع الاصدقاء ديالهم. هو جا في وسط المدينه قريب من الدار ديالنا كما قلت، ودائما ملي كنكون ماشي للمدرسه ولا ما كنكون ماشي نتسخر شي حاجه كنكوس دائما من هذا البارك. بغيت نوريكم واحد الحاجه هنايا. هو مره ملي كنخرج من هنا كنجوز من هنايا كنجبر هاد الصناديق ديال الكتب، بحكم اني كيعجبني نقرا فكناخذ كتب من هنايا. اذا عجبني شي كتاب كناخذو داكشي غراتويت، يعني الناس كتجي كتنزل كتب، حتى انت اذا بغيتي تنزل شي كتاب ديالك كتجي وكتنزلو هنايا، كيجي واحد اخر يقدر ياخذو ويقرا. كتما لما خرجنا نواصلون ولا لافاندرية ولا المصبانة باللغة العربية باش نصب الحوايج ديالي اللي جمعتهم هاد السيمانة هادي، وما عنديش الا وضورة في الدار على ديك الشي كنجي لهاد الواصلون باش نقدر نصب الحوايج ديالي هنايا. اليوم جبت كروسة ديالي وعاد قفاية اخرى. هاد الكاروسة هادي وقعنا معها حكاية اليوم. خرجنا من وصالون ملي عملنا الحوايج كاملين يتصبنو وكلشي عملنا في الماكينة، كتبقى واحد نص ساعة. في ديك نص ساعة هاديك حنا مشينا واحد محل تركي باش نشريو شي شرينا تقدينا شي كفتة وشي لقمة وشي زيتون وخضرة، ودينا معنا الكروسه باش نجيبو فيها على حسب، بان لا نجيبو فيها السخره انا والوالده ديالي مامي تيه
دخلنا عند التركي، تسخرنا كل شيء، جبنا المسائل اللي خصنا، وملي كنا خارجين خلينا الكروسة في قدام الكيشي، قدام كاسا في الكيشي، وجينا حتى رجعنا حتى لابانديريا حتى الصالون، وخلينا الكروسة تما. عاد فكرنا بأن الكروسة ما جبناهاش، واضطريت باش نرجع موراها ونجيبها مرة ثانية.